سلام صحبتي العزاز، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم على خير وبخير. اليوم جيت باش نهضر معكم شويه، ندردش معكم شويه. صراحه توحشكم بزاف بزاف، توحشت شي فيديو نكون غير كنهضر فيه وصافي. ولكن علاش قررت ندير هذا الفيديو؟ هو باش نرد على شي ناس اللي صراحه تعليقهم لا علاقه لا علاقه لا علاقه بشكل ما عرفتش شنو هو الغرض ديالهم في الدنيا، واش غير هو انهم يجرحوا وصافي الناس، ما عرفتش علاش. المهم بنات، قبل ما نقول لكم هادشي، ما كان هاد التعليق زعما ولا هاد الرد اللي غادي نرد، ما نردوش على الناس اللي عزيزين عليا، الناس اللي كدعموني من يلاه بديت، الناس اللي كتبغيوني، وعيني عزيزه عليكم، راه كلشي باين في التعليق. يعني الحمد لله كاين ناس زوينين والناس اللي كيبغوني اكثر من اللي خايبين. وعاوتاني غنقول لك بنات اللي تقولي عواطف ما تدياش في هاد الناس وما تجاوبيهمش، لا حطوا انا اصلا قناتي ما كنجاوب حد، ما كنرد على حد، ماشي حقاش ما كيجيوش تعليق، سي كيجيو شي مرات تعليق خايبين انا كنتجاهلهم، كيجيوني شي مرات حتى انه شي ناس ما عندهم ما يدير كيجيو للبريفي يقول شي تخربيق، يعني يبقاو يهضروا مثلا قناتك خاويه ولا قناتك هادي ولا يعني. ولكن هذيك الشيء كتلقاي 1%، الحمد لله الناس اللي كيقول لي انك عواطف قناتك زوينه وخليك في هذا الشيء اللي كديري اكثر من الناس اللي زعما غير كيخربقوا. يعني بين الناس علاش زعما داك الناس الخايبين داكشي داخل ديالهم كيخرجوه على برا. ولكن ضروري ما تردي، ضروري ما تخوي قلبك، لانك تجيك في شكل بحال عايشه مع شي ناس وتقولي واش هاد الناس هادو نورمال، واش هاد الناس كاينين في هاد الكره الارضيه. المهم كيضرك خاطرك لهذاك، علاش لا غادي نجاوب، خصوصا هاد الحاجه اللي تعاودت بزاف 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 اللي ضرني خاطر، وهي الصلاه. يعني انا في اخر فيديوهاتي اللي لاحظتوا، ماشي اخر فيديوهاتي، يعني في الروتينات وشي ديال لي فلوغ، مره كنشارك معكم لي فلوغ فاش كتكون مثلا رشقه ليا وكنبغي نشارك معكم على كل فلوغ ونهضر معكم كل نهار. لهذا دابا قطعتهم، قررت نقطعهم قطع نهائي. علاش؟ لانه باش يولي الواحد يدخليا في حياتي ويقول لي لا انت اللي كتشاركي معنا حياتك، لهذا خصك تقبلي اي حاجه نقولها، هذه هي اللي ما نسمحش بها اصلا وما عمري نسمح بها، يعني ما نسمح بها لا دابا لا من بعد. انا فاش درت هاد القناه درتها باش نعاون الناس ويستافدوا معايا الناس، ولا حتى انا نستافد من الناس. يعني الا درت شي خطا في الفيديو ديالي، يعني واحد التعليق بناء، واحد الانتقاد بناء، عواطف درتي ديك الخطا ولا عواطف ديك الحاجه ولا اوكي كنتقبلها يعني بكل سرور، ما كنتقلق من حتى شي حاجه. ولكن باش يجي واحد يبقى يسبك ولا يقول لك شنو خصك ديري ولا شنو ما خصكش ديري، هذاك الشيء انا ضده، لانه كل واحد حر في راسو يدير اللي بغى واللي بيه اللي بغى واللي ما بينش اللي بغى. لهذا انا نقول لكم شنو هو التعليق اللي جاني. هو مهم بداو كيجيو لي تعليق على انه الصباغه فاش شاركت معكم لي فلوغ، قلت لكم بنات غادي نشارك معكم لي فلوغ ديال المغرب، يعني الماضي فاش كنت انا هابطه المغرب، ما كانش باقي رمضان، يعني مشينا حنا شي 15 يوم قبل رمضان، درت سيمي بيرمانينتي يعني صباغه الفاري باش تبقى ليا ديك المده ملي غنكون تما. المهم بداو بعد الناس كيقولوا واش رمضان لا واه الصلاه لا واه رمضان، بحال الصلاه كاينه غير في رمضان. المهم انا ما بغيتش نعطي سبليكاسيون على هادشي، نصلي ولا ما نصليش، نصبغ ولا ما نصبغش، يعني داكشي كيبقى بيني وبين الله سبحانه وتعالى، ما شغل حتى شي واحد فيا. ولكن علاش كنجاوب دابا؟ غير باش نعطي هاد التوضيح لهاد الناس هادو، باش ما يبقاوش يحاولوا ما يدخلوش في يعني في الحياه ديال الناس، لانه حشومه ولا تحشومه. المهم بديت كنتجاهل صراحه دوك التعليق، كما قلت لكم عادي عوضوا باش كتصلي عادي عادي، يعني سولوني الناس عادي ما كنجاوبش، لانه ماشي تجيني بشكل كنصلي لا ما كنصليش. الا قلت كنصلي باش غنفيدكم، ولا قلت لا ما كنصليش غادي نضركم ماشي غنفيدكم. لهذا اللي قلت كنصلي ما عرفتش كتجيني بشكل حشوم، كنصلي راني كنصلي الناس راني كنصلي، تا كنصلي راه بيني وبين الله سبحانه وتعالى، ولا ما كنتش كنصلي راه ما خصناش نقولوها، راه الا كنتو كديرو شي حاجه خايبه في حياتكم راه خصكم تستروها. علاش؟ لانك انتي الا درتي ما كنتيش كتصلي وعندك لي فان ديالك، مثلا واحد البنات يلاه طالعين يلاه تيكبروا يلاه، الا قلتي لهم انت ما كتصليش غيتاثروا بك يقدروا، ولا قلتي لهم كتصلي غتاثروا بك يعني ولاو هما يصليو، ولكن الصلاه كتبقى بيننا وبين نفسنا. يعني ولو نصليو بغينا نجهروها نجهروها، ما بغيناش ما نجهروهاش، كل واحد حر في حياته. انا من النوع اللي ماشي ما كنبغيش نقول لكم كنصلي ولا ما كنصليش، سينو ما كتجيبهاش، يعني ما عرفتش بحال كنتي مريحه في واحد المجموع ويقول لك شي واحد واش كتصلي، كتجي في شكل يعني ما يمكنش انا نبقى نجاوب كل واحد في التعليق كنصلي لا ما كنصليش. كما قلت لكم يعني هذا السؤال لا محل له، لانه كما قلت لكم انا قلت لكم كنصلي، يعني يقدر شي مره لا وريتها لكم شي روتين، هذه شي حاجه هي مزيانه، انا ماشي ضد الناس اللي كيبينوا راسهم كيصليو، ولكن انا ما كتجينيش، راه نقول لكم علاش. المهم ولا قلت لكم راه ما كنصليش راه حشومه، يعني انا بعدا الواحد اللي ما كانش كاع ما تيصليش غير خلاها بينه وبين نفسه الله يهدي، يعني يرجع للصلاه، لاننا كنا كنغلطوا وكنصليو وكنقطعوا ولا مهم حتى واحد ما مزيان، غير هو اللي قدينا نشاركوا مع الاصدقاء ان داكشي زوين اوكي وداكشي خايب يخليو بيناتنا باش ما نشجعوش الناس يديروا حتى هما، خصوصا كما قلت لكم حنا دابا تنهضروا على الصلاه. المهم البنات بداو الناس كيقول لي علاش واش انت ما كتصليش ديما الصباغه الظهر هادشي قبال من رمضان وقبال، ديما هذا السؤال كيتذكر، وعييت ما نقول البنات راه كاين واحد الحاجه سميتها مزيل الصباغه ديال الظهر، كنحيدو في 5 دقائق، لدرجه اني وريتكم شحال مره لي برودوي اللي كديري غير صبعك بحال هكا وكتجبديه وصافي كيتنقى، يعني عييت ما نهضر في هذا الموضوع. لا ماشي حقاش كنصبغ ظفاري راه ما كنصليش،
واصلا كاينين دابا صبايغ اللي كي يعني كيتجوزوا في الصلاه، وخاصة انا ما كنديرهمش وما ما كنطيقش ديك القضيه، لانه ما عرفتش كيفاش غادي تكون الصباغه دي مديوره والما غيدوز، ما عرفتش صراحه. غير كنت قلت لكم راه كاينين بالحق، انا ما كنديرهمش وباق ما مع بحالي ما كنطيقش بديك القضيه، خصني حتى نقرا شي حاجه اللي تقنع لي، باقي ما عمرني دخلت نقرا على داكشي اللي يقنعني. لهذا ما المهم الكاسو هو انني الصباغه ديال الطفل اللي كان صباغه راه كنقدر نحيدها. في الشطره ديال المغرب علاش جات ديك سيمي بيرمانينتي؟ لان كنت بغيت نتهنى عندنا سيمانه غنهبطوا فيها المغرب، فيها الجري، فيها الروينه، كما راح تحطوا في لي فلوغ نشارك معكم كلشي. ما يمكنش نمشي انا فين ما تقشرات ليا الصباغه ديال الطفل ولا نبقى نمسح وندير. لهذا ديك الساعه صبغت ظفاريسي، غتبقى الصباغه مده ولاسي اوكي، ولكن هذيك هي المره الوحيده، وقلت لكم هذه هي المره الوحيده اللي درت هاد السيمي بيرمانينتي. ومشيت المغرب عاوتاني اصلا تقشرات ليا وتحيدات وعاود درت وحده اخرى وصافي، ولكن عيشت لهنايا وانا نحيد داكشي كامل. يعني ما جينا اصلا قبل رمضان لي فلوغ، فاش بديت كنشارك معكم شاركت معكم راه دوك لي فلوغ تسجلوا قبل رمضان، غير كان انا يلا عطاني الوقت باش نقادهم ونصاوبهم ونشاركهم معكم. مثلا العرس البنات عرفتوا شحال خدمني باش ندير ليه المونتاج؟ راه بزاف، لانه كنحاول ما نشدش الناس، قطع من هنا وقطع من هنا وقطع من هنا، يعني عذبني هذاك الفلوغ باش نشارك معكم هذوك اللقطات. لهذا ما يمكنش انا كنجي من المغرب نبدا نحط لكم، ولا انا في المغرب ما يمكنش. لهذا حاولت ناخذ شويه الوقت وكنحط لكم كل مره شي حاجه. المهم باش تفهموا هذه النقطه هذه علاش لي فلوغ تحطوا معطلين. وكما قلت لكم بالنسبه للصلاه البنات، واحد البنت تقول لي المهم قد انا تجاهد التعلق، هذه واحد البنت تقول لي ملي شاركت معكم روتيني ديال رمضان، وصراحه كنت معوله انني نشارك معكم روتيني ديال رمضان، يعني ماشي كل نهار، لان انا ضد اني نبقى هازه الكاميرا كل نهار وانا كنسجل صراحه. يعني كنت كنديرها واحد الوقت وصراحه وصلت بيا النقطه انني بديت كنستريسا بزاف، البنات كنتعصب بزاف، لانك اي حاجه خصك تسجليها طيبتي سجلي، خرجتي تسجلي، يعني حياتك كلها خصك تسجليها، غادي عند ماما تسجلي، غادي ستريسيت صراحه. انا من النوع اللي بديت كندير بحال دوك البلوغات كنظن اني غادي نمرض نفسانيا مع طول الوقت، لاني كنحس براسي انه دائما حياتي خصها تكون مشاركه مع الناس وانا ما نقدرش. يعني انا من النوع صراحه اللي ما نقدرش، كما قلت لكم كنت بديت ندير واحد الفتره في حياتي، ولكن من بعد حبستها لانني لقيت لقيت بانه هذاك الشيء ما كيريحنيش صراحه، كيريحني انا مره نجي نريح معكم حلقه، نهضر معكم، ندير لكم فيديوهات، نشارك معكم شحال استفاده، مره لي فلوغ انا تعجبوني لي فلوغ هو مره، ولكن باش كل نهار ما نقدرش صراحه، لانه كما قلت لكم كنحس براسي اني مضطره اني نشارك معكم حياتي كل نهار وما نقدرش، لانني بحال ديما هازه الكاميرا معايا، ديما داك الشيء كندير خصني نشاركو مع الناس وما نقدرش. يعني كنبغي تكون عندي شويه البريفاسيدات في حياتي، شويه الانتيميدات في حياتي، نحس انا بالراحه في حياتي، ماشي انا كل نهار وانا خدامه نهار على نهار نصور في الفيديوهات ندير في المونتاج نو. يعني انا انسانه كيعجبني نكون مجتهده، ولكن نجتهد في شي حوايج ماشي غير في التصوير، تصوير كل نهار بزاف. يعني حياتك الشخصيه ما كتبقاش شخصيه، واخا الناس كاع واخا يسجلوا ما كيسجلوش حياتهم كامله، ولكن كتبقى حياه شخصيه، يعني واحد البارتي كبيره من حياتك الشخصيه كتشاركيها مع الناس، وانا ما نقدرش. كما قلت لكم في الاخير غادي خصني نمشي عند دكتور نفساني لان انا غادي نمرض. لهذا حيدت انا داك الشيء وقلت علاش لا مره نشارك معكم روتينات، وش هاد الطريقه نشارك معكم شنو كندير نهار على نهار. مثلا لي فلوغ لك تخرج شي بلاصه ولا لا رشقات لي نهضر معكم بحال هكا ونبغي ندير ديك النهار الفلوغ اوكي، ولكن كل نهار تكون قناتي فلوغاتنا ما قديتش. لهذا قلت علاش لا غنشارك مع البنات هذا الروتين هذا المره، وان شاء الله دوش شي سيمانه وخا ندير مثلا 4 روتينات في رمضان، كل سيمانه ندير روتين. الساعه 8 درت هذاك الروتين قلت عواطي في ستوب ما غادير حتى شي روتين. يعني جات واحد البنت وهي تقول لي، يعني انا دابا هنايا ما كان زعما ما كان غير كنرد على الناس باش تفهموا شنو زعما كيفاش انا دايره. هي تقول لي هذيك البنت قالت لي وريتينا كل شيء في الروتين، يعني وريتينا كل شيء حتى الصلاه، ما وريتيناش راسك كتصلي. انا كما قلت لكم ماشي ضد شتي، كنت كندير لكم روتين مسجل ماشي روتين يعني حقيقي، ماشي زعما انا كل مره كنقول لكم شنو كندير، كنت كنسجل شنو كندير. مثلا كنقول لكم البنات اليوم غنشارك معكم شنو كندير مثلا نهار على نهار روتين يومي، وغنشارك معكم داكشي مسجل، مثلا كنوض كنغسل سناني كندير كما كندير شحال هذا، هذيك كنت نقدر نوري الصلاه كما قلت لكم، لان هي شحال زوينه الناس اللي معانا اللي متبعيني تاثروا تما بشحال شنو هي الصلاه، ويقولوا يعرفوا ان الصلاه هي راه كاينه، وماشي ماشي كنوريكم غير شي الحوايج، وغير درت سينا حتى شويه عباده في فيديوهات شي حاجه انا صراحه اللي معاها، وكنفكر مره هكا كما قلت لكم في الروتينات اللي كنسجل نديرهم، ولكن باش نوض روتيني حقيقي يعني كنسجل اش نطيب اش كناكل، غادي يود الظهر ولا غادي يود العصر ولا المغرب، وغنجيب كاميرا ونحطها قدامي ونقول بلاتي خصني نتبوز خصني نشوف راسي واش كتشد الكاميرا واش لا، ونبدا نقول الله اكبر، ومره يا ربي تسمح لي نهز راسي نشوف الكاميرا واش كتسجل ولا لا، هذه ما يمكنش. لان كما قلت لكم كنسجل لكم روتين حقيقي ماشي مسجل، كنت كندير مسجل نقدر نوقف ديك اللقطه ندير الله اكبر، يعني الله اكبر نصلح جوج ركعات الاجر، ومنها نوريكم زعما هذيك شنو كندير في ديك الصباح ديالي ولا في ديك العشيه ديالي اوكي، ولكن باش نوري ونكون كنصلي يعني لله سبحانه وتعالى باغا نصلي
ونحط الكاميرا قدامي، يعني الصلاه اللي هي صلاه حقيقيه في وقتها، يعني مثلا المغرب ولا العصر ولا هذا نو no, ما يمكنش نفكر انا في الكاميرا ونجيبها ونحطها قدامي وانا كنصلي. لهذا لانه كان روتين حقيقه ما يمكنش نبين لكم راسي كنصلي كيف ما قلت لكم، وما كاينش اللي نقول لي مثلا وصل نعرف راسي شي واحد كنصلي وكيسجلني ما غاديش نتكونسونطرا مع الصلاه ديالي. لهذا انا كنخلي هذاك الشيء بيني وبين الله سبحانه وتعالى وصافي. هذا هو الجواب ديال الناس اللي كيبقاو يقولوا لا وريتينا كلشي، واصلا نوري ولا ما نوريش داك الشيء كتبقاش حاجه ديالي. غير هو كنحاول نجاوبكم باش تفهموا يعني شحال من حاجه ما كتبانش في الفيديوهات، شحال من حاجه ما كتوقعش. راه ماشي ما كنبغيوش نشاركوا معكم ولا انا شخصيا ما كنبغيش نشارك معكم، راه الوقت ما كتجيبهاش ولا كما قلت لكم كتجيني لا علاقه صراحه جات الكاميرا وانا كنسجل راسي كنصلي في ديك الوقت. لهذا قلت علاش لا نهضر معكم في هذا الموضوع. فيجي عاوتاني واحد السيده علاش قلت لكم ثاني حبست من هذا الروتين في هذاك راجلك غير كتكذبي عليه ولا معتي كتضحكي عليه في ديك الماكله اللي كديري ليه، زعما خليك غير في الماكياج والشرويط لما نعرف راه داكشي ديال الكوزينه انت معاه زيرو. اول حاجه نقول لك بعدا جاوبك انت ليك شخصيا ما عمرك شفتيني في داري، وانا في داري كندير داكشي اللي كيعجبنا ناكلو، ماشي من الضروري نمشي نعجن المسمن كل صباح ولا بطبوط كل صباح، من الضروري نوض كل صباح نعجن المسمن ونعجن البطبوط ونشمر على كتافي وتكون ريحه المرقه في الدار ريحه كسكسو نو ماشي من الضروري. خصني نشوف داكشي اللي انا وراجلي كيعجبنا ناكلو، كندير داكشي اللي انا وراجلي كيعجبنا، انا وراجلي متفاهمين في الماكله ديالنا والماكله ديالنا دايره بحال هكاك، يعني ماشي انا غادي نمشي ندير لكم طبله عامره. حنا جوج الناس شتي داكشي اللي وريتكم في داك الروتين البنات وبقى شاط، يعني انا وياه ما كناكلوش بزاف، ما كناكلوش اول حاجه الخبز بزاف و ان جينيرال ما كناكلوش بزاف، يعني خصوصا في رمضان في الفطور ما كنغلقوش، كنفطروا غير شويه هكا ومن بعد العشاء كنتعشاو. لهذا ما نقدرش انا نمشي نعمر البريوات ونعمر البسطيله ونعمر هذه ونعمر ديك ونعمر ديك باش نوريكم نقول لكم واه شوفوا شنو كناكلو. كنوريتكم داكشي اللي درت ديك النهار شاركته معكم وصافي. حنا طبلتنا ديما كتكون خفيفه بحال هكاك، وداكشي ماشي كيدل على حداكتي ولا ماشي حداكتي. الحمد لله كنحاول نكون يعني ام وزوجه، اكيد حتى وحده فينا ما غاديش تقدر تكون بيرفكت، ولكن كنحاول يعني من ناحيه داري بنتي راجلي يعني داكشي كاع اي مراه تحاول ديرو تكون بيرفكت مع يعني مع راسها راني كنديرو. يعني الحمد لله ماشي تجي شي وحده تقول لي هذيك القضيه خليك عيف الماكياج وخليك هنا، راه شحال واحد تيحكم عليك تيشوفك صافي حقاش مثلا لباسك متول وصباعك مصبغين ووجهك ماكي راه كنتي لا علاقه في الشقه راه كنتي زيرو، ولكن العكس تقدري تلقاي هذيك اللي ماكي ومقاده الحاله دارها مقاده وحده ما دايره لا ماكي ما زعما ماشي من الضروري دير ماكياج وحده زعما ما كتهلاش لا في راسها ولا في دارها. انا بالعكس كيجيني ان المراه تتهلا في دارها تقدر تهلا في راسها، يعني خص يكون داكشي مع بعضياته ماشي نتهلا انا في داري ونخلي راسي ولا نتهلا في راسي ونخلي داري. يعني انا براسي الا كنت انا داري مرونه كنترون راسي كيترون ما نقدرش نقاد زعما ما نقدرش نوض انا نخرج نتهلا في الحاله كيما كنقولوا داكشي نو كيكون اصلا راسي دارني وما حملاش راسي. لهذا خص داري تكون مقاده باش يكون لباسي تاهو مقاد والمظهر ديالي مقاد. يعني بزاف ديال الناس صراحه هذه الفكره عندهم في راسهم ان المراه اللي كانت ماليه في راسها راه دارها حالتها راه مقابله غير الدفا راه مقابله غير العكر، وهذه فكره خاطئه جدا 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 وانا ضدها. لهذا ما تبقاوش تحقروا الناس، ما تبقاوش تقولوا شي حوايج ما كاينينش، ماشي حقاش يقدر انت من النوع اللي كدوزي نهار كامل كتشقاي وكتنسي راسك راه الناس قال يعني خصني نكون انا هكاك. لا انا كل حاجه كنعطيها حقها، كنعطي حق لراسي كنعطي حق لداري لراجلي لبنتي كل حاجه كنعطيها حقها. يعني الواحد انا كما كنقول دائما لما تهلاتيش في راسك راه ما غاديش تهلاي لا في راجلك لا في بنتك لا في ولادك لا في دارك، يعني خصك تهلاي في راسك هو الاول باش يبان تهلاي في الناس الاخرين. يعني لا راسك هملتيه راه مع المده غتهملي حتى دوك الناس، لان راسك صافي وليتي تحسي راسك هذاك على راسك ماشي مشكل، حتى ولادك حتى الزوج ديالك راه غيوليو تما دوك غير ولادك غير الزوج ديالك، يعني حتى هو غادي تهمليه. بالعكس الانسان ما خصوش يهمل راسو لا راسو لا ناسو لا راسو لا دارو لا عائلته. لهذا ما تبقاوش صافي حقاش تشوفوا الناس هكا تقولوا لا دايره لا علاقه في الشقه ولا لا علاقه في الطياب. انا اي حاجه الحمد لله حطيت في يدي اول مره درتها ولا حاجه كتصدق فيا زوينه الحمد لله، وماشي من النوع زعما اللي تقولوا الا درت شي حاجه في راسي كنديرها والحمد لله حتى واحد ما الحمد لله بالنسبه للناس اللي كتقد راجلي مسكين كنضحك عليه ولا ديك اللعبه الحمد لله راجلي مش كاع حتى شي واحد ما قالت شي واحد راه مرتي ما كطيبش ليا، وكان راجلي ما كانش مرتاح معايا كون كاع من ولد هاد البنيه ما نوصلش هادشي اللي وصلنا ليه. لهذا ارتقوا عفاكم في التعليق ديالكم، يعني صراحه لا علاقه. لهذا صافي قلت علاش لا عرفت شنو باش نهني راسي من هاد المشاكل، لانه انا انسانه المهم اللي كتجي حكا تجاوب الناس بحال هكا كنقول لك اول حاجه كضرك بزاف هي ملي كتجي تجاوبيهم كيقولوا لك علاش نتوما كتعرضوا حياتكم وما كتبغيوش اللي يقول لكم الحق. دابا باش هذا حق؟ يعني واش هذا حق انني انا ما كنوريكمش صلاتي؟ واش هذا حق انني ما كنقول انكم تشفتوا واحد الروتين اللي فيه داكشي اللي كناكلو ديال بصح داكشي اللي تجهدوا انا وراجلي ديك النهار تحكموا عليه؟ واش هذا حق؟ راه هذا ماشي حق، ولو نكون كنوريكم كاع 99% من حياتي ماشي من حق حتى شي واحد يقول داكشي اللي قال لي راسو. يعني احترام، انا حاطه داكشي عجبك ما عجبكش ما تفرجيش فيه،
وانا ما كنشاركش معكم حياتي، كنشارك معكم جزء بسيط مني انا، حياتي عواطف بوحدها. يعني مره كنبين لكم دليل، لانه بزاف ديال الناس كتحماقوا عليها وكتقول لي عواطف ديالي كنحماقوا عليها، لهذا مره كنوريها لكم، حتى هي كتفرح ملي كنسجل وتشوفوها وداكشي صافي. اما ما كنوريكمش شنو كان زعما حياتي كلها، لا يعني يلاه كتشوفوا ما عرفتش واصل 20% من داكشي اللي كندير انا ولا لا، ما كتشوفوا والو. يعني كنحاول نشارك معكم كما وعدتكم لي بديت القناه، داكشي اللي غتستافدوا منه وداكشي اللي كيخصني انا كمراه وصافي. يعني هادشي اللي كنحاول نشارك معكم، هذا ما تجيوش تقولي كنشارك معكم حياتي، لانه ما كنشاركش معكم حياتي. راه كاين القنوات اللي كيشاركوا معكم حياتهم ولا بوتوهم، وكما قلت لكم والو دوك القنوات اللي كيشاركوا معكم حياتهم ماشي من حقكم تدخلوا فيهم وتطلعوا عرض، لان كل واحد حر. انا حره نحط فيديو وانت حر تفرج فيه ولا ما تفرجش فيه. يعني ماشي تبقى تجيو تسبوا في الناس وتقولوا لا نتوما حاطين حياتكم يعني من الناس خصكم ديروها. لهذا انا الحمد لله قناتي ما درتهاش باش تبقى الناس يجيو يسبوا فيا، لهذا قلت علاش لا غادي نحيد هاد الروتينات الا درتهم غنديرو مسجلين، يعني ما نديرش روتين حقيقي مره وصافي. ولا توحشتكم نحاول ندير شي فلوق مره يعني توحشت حسيت بكم توحشت نتوما هذاك الفلوق وداك الشيء، ونشوف ان شاء الله من هنا القدام نقدر الا درت هكا نقدر كما قلت لكم مره ندير لكم فلوغات ديال هكا في الدار ولا روتينات، ولكن باش نبقى نحط هادشي بزاف لا لحقاش كما قلت لكم انا ماشي من النوع اللي نقدر كل نهار نشوف تعليق بحال هادو، انا خصني نجاوبهم ولا خصني الا جيتي تجاهلي شحال جهدك تجاهلي ما نقدرش. هذا كما قلت لكم صافي، قلت علاش لا هاد الروتينات نساليهم بلا ما نصدع راسي في هاد رمضان هذا ونعصب راسي، خلي عليا هادشي ونشارك معكم داكشي الاخر وصافي. وصافي البنات هادشي هو اللي بغيت نشارك معكم اليوم، بغيت نهضر معكم في هاد المواضيع، لانه صراحه الله بزاف ديال الناس ولاو خصهم اللي بغاو يقولوا خصهم يقولوا، ما خصكش تجاوبيهم. ولا جاوبتيهم بلا انت يوتيوبرز بلا انت حاطه حياتك، حنا نقولوا اللي بغينا لا حشومه والله احترم تحترم صافي. ولو قاعد دخل الفيديو ما فيه خلت الاحترام احترموا نفسكم وما تهضموا تكتبوا والو خرجوا صافي. انا داكشي كندير والله كنشوف العجب في هاد يوتيوب شحال مره وما ندخل لا نسب حد ما ود هذيك ديسلايك ما كنديرهاش، يا ربي تسمح لي اش ديسلايك نقدر نديرها شي حاجه تسيء الدين ولا شي حاجه، ولكن الناس كيحط شي حاجه ديالو وشغلو هذاك ما هميش، كنخرج وكان ما ننتفرش في الفيديو صافي ديك القناه كنضرب عليها. داكشي اللي كندير والله ما عمر سبيت شي واحد، لانه كنقول لا حتى شي تعليق خايب انه يشير لي وليس الانسان لما كتبته. لهذا ما تبقاوش تحطوا حاجه تخايبين يشيروا لكم، لان انا ملي كتكتبوا لي شي تعليق بحال داك الشكل داكشي كتبينوا شخصيتكم ماشي شخصيتي. وصافي البنات كنتمنى لكم نهار زوين ولا ليله زوينه وقتاش ما كتشوفوني، كنتمنى تكونوا كلكم مزيانين وعلى خير وبخير. السلام عليكم، تهلاو لي براسكم حتى الفيديو ما يجي ان شاء الله. باي باي عليكم،